السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال هاد المرة دغيا بالزربة إن شاء الله بإذن الله. غادي نهضر لكم على موضوع ديال وسائل منع الحمل الطبيعية، يعني ماشي طبية ماشي هرمونية، ما كتخدش في السبيطار، ما كتخد في حتى، وإنما كنديروها غير في ديورنا كي كانوا جدودنا أمهاتنا وآبائنا كيديروا من دو العهد القديم قبل ما تخرج هاد الفانيد واللولاب والبرا والوسائل الاخرى اللي كاينين. كنبداو بلا ماما او لا الرضاعه الطبيعيه. هذه وسيله منع الحمل الطبيعيه كتكون خاصه عند العيالات اللي يلاه ولدوا، ولكن عندها شروطها، يعني انه التربيه ما تكونش فايته 6 شهور في العمر، والشرط اللي مهم جدا هو انه تكون المراه ما رجعاش ليها الحيض ديال 40 يوم، يعني كتولد ما كتشوفش الدم نهائيا، يعني ما كترجعش ليها الدم ديال 40. كتقولي ليها اخر مره شفتي لي غاكل، كتقول لك ما جاتنيش من نهار ولدت ما عمرني شفت لي غاكل. الشرط الثاني هو انه التربيه تكون كتاخد غير البزوله فقط، يعني ما كتاخدش ماكله اخرى. ثلاثه شروط كي قلنا لهاد الرضاعه الطبيعيه باش تكون شاده ليك 100%، يعني ما تخافيش انك تحملي. الشرط الاول انك تكوني ما شفتيش لي غيكل او لا ما رجعتش ليك الدوره الشهريه في 40، يعني غابت عليك لي غيكل من نهار ولدتي. الشرط الثاني هو انه يكون العمر ديال التربيه قل من 6 شهور، والشرط الثالث هو انه كيكون كياخذ غير البزوله ديال ماما فقط وما كياخذش ماكله اخرى. بمجرد ما كيكون واحد الشرط من هادو كيمشي، يعني الوسيله ما كتبقاش صالحه للام، وكيولي نسبة نجاح ديالها ضعيف جدا. وما حد الشروط كاينين بثلاثة، فممكن المرأة تستعمل هذه الوسيلة كوسيلة منع الحمل في الشهور الأولى من الرضاعة. تحمل المرأة يعني القذف خارج المهبل، أنه باش نشرحوها بطريقة بسيطة، هو أنه المانيت الزوج ما كيتخواش داخل المهبل ديال المرأة، وبالتالي ما كيكونش الحمل وما كيكونش نسبة الحمل كتكون ضعيفة. ولكن هذه النسبة كتلقى بزاف مشاكل بحكم انه كاينين جوج الاطراف في هذه الوسيلة، وغالبا ما كيكون نسبة الفشل ديالها واحد النسبة شوية كبيرة. هذه ندوز دابا الوسيلة الثالثة اللي هي الحساب. الحساب حتى هو وسيلة طبيعية، وكاينين عيالات اللي كيديروها، ولكن حبذا لو كانت المراه يعني الحماله الاولى او الحماله الثانيه، حيت هي نسبه الفشل ديالها شويه كبيره، حيت كترتبط بالمزاج ديال المراه وبالماكله وامتى تدرت الاباضه. هاد وسيله ديال الحساب كيف ما قلت لكم في موضوع ديال الاباضه، كاين موضوع في القناه على الاباضه، يعني كنكون عارفه اقل حاجه 6 شهور ديال لي غيكل اللي فات قبل. الا كانت عندي لي غيكل منظمه، يعني منتظمه، وعندي الدوره الشهريه مثلا 28 يوم او لا 30 يوم، يعني منتظمه ماشي شهرين ماشي مخربقه، كندير حساب كنقلب على نهار الاباضه، كندير علاقات جنسيه مباشره اسبوع تقريبا بعد الغيغل، واسبوع قبل الغيغل او لا 5 ايام من قبل الغيغل. حتى هذه وسيله نسبه الفشل ديالها كيكون كبير، من حيث المراه ممكن ما تعرفش بالضبط الاباضه ديالها امتى تدارت، وممكن بحال كحنا دابا في رمضان ممكن الريجيم اليمونتير يعني التغذيه وتبدلات وحوايج بزاف تبدلوا، ممكن يطروا على الدوره الشهريه المراه ويكون الحساب ماشي هو هذاك، وممكن تطيح حامله. هذه صوره فقط على او لا معلومات بالزربه على وسائل منع الحمل الطبيعيه اللي ديرها شي مراه كي قلت لكم اللي ممكن يلاه تزوجات او لا، يعني ماشي مشكلة عندها الا حملات. اما الا كنتي سيدتي عندك 3 4 دراري، فانصحك وانصحك بوسائل منع الحمل اللي الفعاليه ديالها اكثر 100% او لا 99%، بحال البرا بحال اللولاب بحال فانيد الاخر العادي. كنتمنى يكون الفيديو خفيف وظريف على قلوبكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا معلومات، وما تنساوش الا كانت كتعجبكم القناه بارطاجيوها مع صحاباتكم وحباباتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.